الى رفيقه المتقدم ينطلق من خلف المدافعين بسرعة رائعة مانولو جابياديني ويلحق على الكرة يرتطم مع الكرة التي ارتطمت بالحارس ثم بالمدافع. اذا الهدف سيحتسب للمدافع كان خاطئا تماما في كرة في الفنلندي بيرباي ميتيماي. شوف هاي الملعوبة والحارس هذه المرة يخطئ، هذه الكرة رافا يضعها عند سيرجيو بيليسي، اعتقد لمست يد بيليسي، الحكم لم ينتبه للموضوع، الحكم المساعد. كثرت الاسماء الارجنتينيه في المباراه وبالتالي ستكثر الاهداف. يا سلام على لمسه وكره سرينيتش وخطيره وجابياديني جول الى رفيقه المتقدم ينطلق من خلف المدافعين بسرعه رائعة للموضوع، الحكم المساعد. كثرت الأسماء الأرجنتينية في المباراة وبالتالي ستكثر الأهداف. يا سلام على لمسة وكرة سرينيتش وخطيرة.